توفي الممثل المصري الشهير طلعت زكريا يومه الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 عن عمر ناهز 58 سنة إثر تعرضه لأزمة صحية. الممثل الراحل تدهورت حالته الصحية وتسببت دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة. ويأتي التدهور المفاجئ في الحالة الصحية لطلعت زكريا بعد أن كان آخر ظهور له في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان زوجا لوالدة هنا الزاهد لسنوات طويلة قبل أن ينفصل مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن طلعت زكريا اشتهر في العديد من الأعمال السينمائية، من بينها طباخ الرئيس، غبي منه فيه، وحاحة وتفاحة.